هذا وقد شددت وزارة الصحة على أهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والوقائية في الصالونات ومحال الحلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا. تؤكد وزارة الصحة على تنظيم حملات التفتيش بشكل عشوائي من قبل الجهات المختصة على جميع الصالونات ومحال الحلاقة بصورة مستمرة للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة. كما تؤكد وزارة الصحة عدم التهاون في تنفيذ الإجراءات الوقائية لصالح الصحة العامة وصحة أفراد المجتمع، وأن أي صالون أو محل حلاقة لا يلتزم بالاشتراطات الصحية المطلوبة فإنه سيعرض محله للإغلاق، مشددة على أن تقديم الصالونات للخدمات الخارجية في المنازل غير مسموح.